اليوم ابشرك، ببشرك انه في حاجات هتنزل، في حاجات سعرها هينزل. نعم، طب ايه اللي حصل؟ خلينا نعرف الحكايه من استاذ هشام ابو الدهب، عضو مجلس اداره الشعبه التجاريه بالجيزه. مساء الخير على حضرتك. يا فندم. ممكن في حاجه هتنزل ولا مفيش؟ لا، كله هينزل ان شاء الله، كله والدنيا هتبقى هينزل كويسه يا راجل، ان شاء الله. بشرني. ما هو احنا عندنا القمح هو اساس كل شيء، ورغيف العيش هو اللي بيتقاس عليه الموقف، الاسعار عموما على مستوى مصر كلها. ايه يعني اللي حصل في اللي جاي بقى اللي هينزل؟ اللي احنا طبعا الاسعار القمح الايام اللي فاتت نزلت بسبب طبعا مش هقدر ان حد ينكر هذا الكلام، البورصه المصريه. البورصه المصريه دي عملت البورصة توازن جامد السلعية جدا، السلعيه المصرية. اللي هي المصريه عملت توازن جامد جدا في الفتره اللي فاتت في نزول القمح غصب عن المستغلين للظروف الدوله اللي احنا فيها. ايوه، بمعنى ان احنا دلوقتي الدوله مشكورا وبتنزل القمح ب 10 600، وده سعر كويس جدا جدا جدا، وده حقيقي بسعر قريب من السعر الاستيراد عموما. فعمل توازن وعمل تأثير في الناس اللي بيستوردوا القمح بشركات القمح اللي هي الخاصة، وده كلام قاعد يأثر. بس اللي أنا شايفه واللي المفروض يتعمل إن الشريحة اللي موجودة من هيئة السلع أو البورصة المصرية لازم يزيد. ليه؟ لأن تأثيرها اللي حصل في الفترة اللي فاتت كان تأثير جميل جدا، نزل بس كام؟ تأثير محدود. لا، نزل يجي 2000 جنيه في القمح، وبعد كنا بنتكلم في 15000، وبنتكلم في 16، يعني احنا وصلنا لاسعار جنونيه. فلما جت البورصه دخلت عملت فرمله للاسعار، بس الفرمله اللي حصلت دي عملت محدوده الى حد ما. احنا محتاجين زياده منها. ليه؟ لان كل ما البورصه هتضخ للمطاحن كميه اكبر، كل ما هيكون تاثيرها على النقيض اللي هو شركات القطاع الخاص اللي هي بتستورد القمح، تنزل الاسعار مجبرة. طيب، وده انا بناشد بيه معالي الدكتور. انعكاس ده عليا ايه كمواطن؟ على ما هو طبعا لما القمح هينزل ايوه هتضطر تنزل الدقيق. ايوه بطبيعه الحال هينزل رغيف العيش، ايوه بطبيعه الحال هينزل المكرونه. ايوه كل ده مرتبط بسلسله واحده هي القمح عموما. فعشان كده انا بناشد البورصه المصريه او بورصه السلع تنزل الكميه اكبر للمطاحن مباشره. واحنا برضو ما نقدرش ننكر ان شركه سايلو اللي الدوله انشاتها من فتره احنا كلنا كنا بنهاجمها وكلنا كنا بنحاربها وبنقول مشاريع ملهاش لازمه سايلو وتنافس فودز. فلسفي. عملت ايه شركه سايلو فودز ديت؟ عملت تاثير، عملت فرمله في اسعار الدقيق، فخلت ما انسقتش ورا المطاحن، ما ورا الاسعار الجنونيه، عملت فرمله، وده اثر فعلا على تجاره القمح والدقيق في مصر. مثبتين وصلت الدقيق لاسعار كويسه جدا. فانا لا، بناشد سايلو عملت ايه للقمح؟ سايلو فودز عملت ايه للقمح؟ ما هو اما خدت القمح اللي هي جابته وتوفر لها، ما يعني ما زودتش الاسعار جنونيا او استغلت الظروف. لا، ده دي بتاعت الدوله، فلازم نزلت الاسعار في الحدود التكلفه على قدر المستطاع. وده فعلا خلى العمليه زياده الاسعار تتحجم بشكل كبير. فانا يعني اللي هي انا عشان نوصل للغايه اللي احنا عايزين نوصلها، وهي نزول الاسعار عموما، لازم الدوله تزود البورصه المصريه السلعيه، تزود الكميه للمطاحن مباشره بكميه اكبر عشان تاثر على الاسعار بتاع القمح عموما. النقطه الثانيه ودي مهمه جدا ولازم تتحط في الاعتبار، ان احنا لازم نناشد البنوك ان تدبر القمح للمطاحن اولا، وتديهم اولويه اولى عن الشركات القمح اللي هي بتتربح. ليه بقى انا بقول لك الكلام ده؟ انا صاحب مطحن، اما اجي اعمل له مستند ويدبر لي ب 31 جنيه، الشركه بتاعت القمح اما بيجي يدبر لها بيروح يبيعه للمطاحن ب 41 جنيه سعر الدولار. يبقى الدوله ما استفادتش بحاجه. انا عايز المواطن بتاعي هو اللي استفاد، زي السلع كده، البورصه السلعيه اللي استفاد منها المواطن، نزل السعر عشان المواطن. انا برضه عايز اقول للبنوك ادي اولويه للمطحن اللي جايب مستند يقول انا عايز قمح المطحني، ادي له اولويه. مش بقول الغي شركات تجاره القمح، لا، ادي له اولويه. في الحاله دي هياخد سعر كويس، هيقدر يطحن كويس،
يكسب كويس هيطلع بضاعه بسعر كويس ويتناول يعني الناس كلها. المطاحن تاخده ب 31 والشركات الخاصه بتحاسب على كام قلت لي حضرتك؟ لا 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 يعني اللي بيحصل حضرتك يا احمد بيه شركات القمح الاغلبيه العظمى القمح شركات القمح اللي بتستورد الخاصه لما تيجي تستورد بيجي يستورد ويبيع للمطحن بيكون البنك مدبر له ب 31 ويروح يبيع لنا القمح ب 41 يبقى مين اللي استفاد؟ التاجر. انا عايز بقى اقول ايه؟ انا هدي القمح للمستورد اللي المطحن اللي هو بيجيب معاه مستند بيسموه بليصه او جايب مركب اديله اقول له خد بس ده لا مش للتجاره ده للطحن هتطحنه عشان انا مدعمك وجايب لك ب 31 جنيه يعني المفروض ان انت تشتغله وما تطلعوش بره هحاسبك على الكميه دي لو بعتها لحد تاني انت طيب جايبها عشان الدولة تطحنها اذا البنوك عملت كده هيوفر لي ايه بدل ما هو وقعد 31 دولار وهناك 41 قول لي ده انعكس ينعكس ازاي ويتعمل ازاي مثلا يعني انا لما اروح اجيبه حضرتك السعر الطن هيقف عليا بحوالي 10900 10600 وممكن اقل من كده 10600 النهارده السوق في القمح عشان تروح تشتري بين 12900 و12600 تخيل الفرق بقى وخلي بالك الدوله بتشتري كده وعارفه الاسعار اللي انا بقولها دي يعني بتكلم 2003 فرق بقى لا جدال مفيش حد واي حد يجي حاسبني على الكلام ده فالمفروض الدوله توفر مستندات للمطاحن تفتح لهم هم مباشره هتوفر وهتنزل سعر القمح بطريقه جنونيه انا بناشد المسؤولين وعارف الدكتور مصالحي راجل دكتور علي مصالحي نعم مصالحي على درجه عاليه جدا من الاستماع والمناقشه وراجل فكره عالي جدا فلو سمع الكلام ده اكيد وهو عارفه يا ريت توصيات للبنوك بفتح مستندات للمطاحن مباشره عظيم يا ريت والبنوك تبقى هي عندها استعداد لعمل كده فعلا طيب دلوقتي المفترض ان انا الاقي المكرونه نزلت الدقيق نزل مش كده طب العيش طبعا. نزل طبعا اي المخبوزات نزلت صح ولا انا بتكلم كل ده مرتبط بالقمح السلعه الاساسيه فطالما القمح نزل لك ان تتخيل ان قمح الدوله بتجيبه اللي هي بتديه للمطاحن في السلعه البورصه السلعيه ب 10600 انت بتشتري نفس القمح ب 12900 و12600 و13 قول لي حد يحسب لي الحسبه عشان انا لسه يعني يمكن انا غلطان فده بطبيعه الحال اللي هياخد يطحن هيقلل اللي هيطحن هيبيع بسعر اقل اللي هيصنع مكرونه هيبيع باقل المخبوزات الراجل اللي بياخد في الفرن هياخد بسعر اقل هيوفر على الدوله الفلوس اللي بياخدها الناس اللي هم ده ان هم مش ما المفروض ما ياخدش المبالغ دي كلها اللي هو بيستغل ده استغلال بحت هل واحد النهارده زود سعر مكرونه هيرجع ينزله تاني تفتكر حضرتك معلش انا اسف بسال سؤال انه حد زود حاجه هيقول لك والله هرجعها تاني شويه وخلاص يعني لا ولا لا هو لا عايز لا يكسب لا يعني لا انا بسال سؤال في ناس كويسه وفي ناس شرفاء لا ممكن يعملوا كده ولكن لا الشرفاء هيعملوا كده اوتوماتيك واللي مش شرفاء هيعملوا غصب عنهم غصب عنهم ليه بقى؟ لان احنا وصلنا للسوق اللي بقى عرض وطلب انا راجل دلوقتي جبت سلعه بسعر كويس هكسب كويس وهبيعها بسعر كويس نعم امال اللي هو بياخد بسعر عالي هيروح بايعه برضه بسعر هيكسب كويس وهيبيع بسعر اعلى امال لما يلاقي اللي تحت المنافسه لان احنا دلوقتي بقى العرض والطلب شرس جدا نعم. احنا في قدرات طحنيه مطاحن زياده عن الطاقه بمعدل 30 40 50% عن الطاقه وده انا بناشد فيه الدوله انا كنت مره قاعد في اجتماع وعرضت على الناس المسؤولين قلت لهم يا جماعه احنا ليه ما بنعملش خريطه استثمار دلوقتي المطاحن والمصانع انا مثلا عندي مطحن عندنا مطاحن او الناس عندهم مطاحن بقدره زياده عن 140% اما يجي واحد مصري او اجنبي يجي يقول انا هعمل مطاحن يقولوا له ستوب لا انت ما تعملش مطاحن احنا ما عندناش احنا عندنا اكتفاء ذاتي من المطاحن لو في عايز تعمل احنا عندنا مثلا في اسوان قدره ناقصه روح اعمل هناك لو ما كانش ما تعملش ليه؟ لان انا عايز اخد الفلوس بتاعتي استثمرها في نشاط تاني نشاط
يفيد الدولة. مش عارف انت، عارف انت زي مثلا معلش قياس مع الفرق، ناس واحد يعمل كافيتيريا في الشارع تلاقي 15 كافيتيريا في الشارع وهم نفس الزباين اللي بيقعدوا في الشارع هم. طب ما نخليها من نشاط تاني يعمل يفيد البلد وهو يستفاد. ما هو بيعمل مش عايزين دلوقتي مطاحن جديدة عندنا مطاحن، ولا يعمل في مناطق محتاجة وكل ده منطبق على اي نشاط في مصر. أي نشاط. مش مطاحن بس ده مصانع مكرونه، مصانع مضارب رز، اي نشاط في الدنيا عشان ده خريطه بتتعمل في الدول المتقدمه والدول اللي عندها فكر عالي. هل القمح عالميا النهارده غالي ولا نزل شويه على مستوى العالم؟ لا لا يعني لا بتكلم لا اوكرانيا، بتكلم روسيا، بتكلم فرنسا، بتكلم استراليا، كله اسعار ثابته ثابته الايام اللي فاتت دي، مع ان احنا يعني احنا برضو بعلاقه سيد الرئيس بالمجهودات اللي عملها خلانا ما تعرضناش للازمه واستغلال الازمه سياسيا تنصب علينا في القمح. احنا الحمد لله متوفر وما فيش عائق قدام مصر من اي دوله من روسيا ولا اوكرانيا في ان احنا نوصل لنا القمح، لان احنا لو ما وصلناش ودخلنا دائره الصراعات كنا هنتعب جامد جدا في الفتره اللي جايه. لكن احنا عندنا الحمد لله وخلاص والحصاد وتوريد القمح شغال. انا بس اللي بناشد برضو الدوله عشان استغل حضرتك لان صوت حضرتك مسموع، ان انا عايز يتعدل مواصفات استيراد القمح من بره. قول ايه هي المطلوب؟ انا راجل دلوقتي بعمل دقيق معين بمواصفات معينه اطلبه بالمواصفه بتاعتي، لان المواصفه اللي اعلى من كده بتدفعني عليها فلوس. يبقى اللي بيشتري القمح لازم يبقى حريص، انا هستخدمه في ايه؟ في العيش البلدي يبقى انا هجيب 11.5، انا هجيبه للمطاحن عشان يعملوا مخبوزات وفين وحاجات زي كده، اعمل اجيب كذا. لازم الحاجات دي تتنفذ بصوره دقيقه، دي هتوفر معاك لو في دولار. لا تقصد يا استاذ هشام بيه انه لو انا عايز مثلا ادي المخابز تعمل يعني مخبوزات معينه، ادي مصانع المكرونه فاجيب على قد اللي انا عايزه اوجهه الاتجاه بتاعه، مش كله طبعًا. حاجه واحده صح؟ طبعا طبعا طبعا. 11.5 اللي هو 11.5 اللي هو 11.5 القمح 11 بروتين 11.5 وايه كمان النوع الثاني؟ وعندك 12.5 وعندك سوفت للبسكوت وكلام من ده. انا ليه انا احنا حضرتك احنا بنعمل، انا بستغرب، انا راجل ابا عن جد في المجال بتاع المطاحن. احنا كنا في حرب 73 عملنا استخراجات 90% استخراج. احنا النهارده اللي شفنا ويشوف اللي احنا بنعمله يقول لك ده البلد دي مرفهه، ده بيعملوا 72%، ده ناس يا عم عندهم فلوس كتيره وعندهم قمح كتير. ازاي الكلام اللي بيحصل ده؟ انا ليه ما غيرش طريقه الاستخراجات في مصر واعمل كل نوع منتج بيتصنع منه دي استخراج مخصوص؟ المكرونه ليها استخراج مخصوص، العيش ليه استخراج مخصوص، البسكوت اللي بيتحط عليه شوكولاتات ومحدش بيشوف لونه اصلا يتحط له استخراجات معقوله ويفتح القصه دي للناس. انا بشفق على الدوله، الدوله الوحيده الحاجه الوحيده اللي في مصر اللي بتتعمل، مصر لما بتيجي توزع زيت ولا سكر ولا سمن بتروح تشتري المنتج جاهز. هي ليه بقى البلد بتاعتنا داخله في القمح من اول ما يزرع في الغيطان لحد ما يبقى دقيق، كل المراحل دي بتمر بفساد غير طبيعي. ليه ما الدوله تاخد دي وخلاص من المطاحن ونخلص، وتعمل مناقصه وتعمل بتاع، ولا تدخل في توريد قمح ومش توريد قمح ونعمل ليه؟ ما هو توريد قمح، ما هو انت لازم تبقى، لان احنا كمان هنتكلم عن توريد القمح دلوقتي، عشان لانه زي ما هيكون عندنا ملف مهم. بشكرك استاذ هشام ابو الدهب عضو مجلس اداره الشعبه التجاريه بالجيزه، مهندس